مساء الخير، برنامج ملوك الدراما. النهارده معانا المخرجه الكبيره امل اسعد. امل ليها اسهامات عظيمه في الدراما المصريه. لما خيرتها نتكلم عن شغلها ولا عن شغل استاذها وحبيبها الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ، قالت لي بلا شك هتكلم عن شغل عم اسماعيل. امل اهلا بك. اهلا بيك يا استاذ محمد، فرصه سعيده وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعلى كل الناس. طيبه. انا بقول ان الاستاذه امل اسعد ما كانتش دراع الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ اليمين، هي كانت دراعه وعينيه. الله يرحمه ويحسن اليه. ف اسماعيل عبد الحافظ ده لو قلنا ملوك الدراما ممكن يطلع يعني الملك الاكبر من وجهه نظري. ده حقيقي. ف لو اتكلمنا عنه كانسان هناخد عشرات الحلقات، عشان كده قررنا ان احنا نقسم الشغل بتاعه في حلقات صغيره. وهنبتدي النهارده بمسلسل العائله. العائله انا بشبهه برصاصه وحيد حامد واسماعيل عبد الحافظ في قلب الارهاب الاسود. ده حقيقي. مسلسل كان صعب جدا في تنفيذه، لكن قبل ما نتكلم عن صعوبته انا عارف ان كان فيه مفاجاه، وان كان مرشح له الاستاذ المخرج عاطف الطيب لاخراجه قبل عم اسماعيل. فاكره الايام دي انا؟ طبعا فاكرها كويس جدا، وكان فعلا الاستاذ عاطف الطيب هيعمله، وانا كنت على فكره الاستاذ ممدوح الليسي الله يرحمه ويحسن اليه، كان برضو راجل عظيم. كلمني وقال لي تعالي علشان هنعمل مسلسل ضخم قوي، وعرفني بالاستاذ عاطف، كان عنده في المكتب. دي حقيقه. انا حتى اتخضيت في الاول، لانه احنا متعودين انه يعني الاستاذ عاطف نجم سينما كبير. طبعًا. وهو كان فعلا بيجيب نجوم سينما بيشتغلوا، لكن اتفاجئت انه الاستاذ عاطف هيعمل مسلسل. اللي جاب السينما للتلفزيون. يعني واول مره كان يعمل دراما. عاطف الطيب برضه خلي بالك، يعني جميل شخص الله يرحمه. فالحقيقه انا من حول المفاجاه قلت له ايوه استاذ ممدوح، ايوه استاذ عاطف الطيب، اتعرفنا، اهلا وسهلا، دي من احسن المخرجين المنفذين اللي عندي، فهي اللي هتشيل الحكايه. فقلت له خير. قال لي احنا بنعمل مسلسل كذا والعيله والوقت، وطبعا وقت كان فعلا يعني الارهاب حاجه صعيبه جدا. طبعا. فكان في ميعاد يعني مهم. فقال لي 30 حلقه. كانوا طبعا كنا في الزمن بتاع ان ال 30 حلقه تبقى جاهزه ونقرا من اول لاخر، وامل استني الحلقات علشان الاستاذ عاطف ربنا يرحمه. الاستاذ عاطف قال لي انا اول مره اعمل دراما، ولازم يبقى معايا حد بروفيشنال قوي يعني محترف في حكايه الدراما، لان هو برضو شغل السينما مختلف. انت بتعمل عدد مشاهد اقل في السينما، لانه الفيلم على بعضه يعني الطويل هيبقى 120 مشهد، احنا بنعمل 1000 و1000 وشويه. فقلت له يا فندم شيء يشرفني وفرصه سعيده وتمام، وخدت الحلقات ونزلنا فعلا ووصلته، لانه كان اول مره يدخل المبنى. وقال لي انا سعيد جدا بمعرفتك. قلت له يا فندم انا يعني لما يبقى السي في بتاعي في الاستاذ عاطف الطيب ده شيء مشرف يعني. طبعا. سي باي 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 باي. وقعدت فرغت الحلقات، وبعد حوالي اسبوع او 10 ايام كده كلمني الاستاذ ممدوح. مفيش عاطف الطيب. قال لي امل تعالي علشان استاذ عاطف اعتذر. قلت له بعد ما عملت يا استاذ عمرو كنت فرغت يا فرغت كله. لانه عايز يا حبيبي اديله المبارك ويبتدي يقول ترشيحاته، وطبعا ترشيحات كانت مختلفه جدا. فقال لي عموما انا مش عايزك تقلقي التفريغات تمام. كان في دماغه نور الشريف، هو في الاستاذ عاطف الطيب كان مرشح نور يعمل الدورين كمان، الاب والابن. فانا كنت بفرغ بقى بشكل سريع كمان، لانه حضرتك لما تيجي تصور الممثل نفسه بيعمل الاب والابن دي فيها تركاش كتير. فلازم ابقى له اوقات. طبعا. ايه واقول له. فقال لي عموما يا امل ايه ما تقلقيش، ما حبيبك اللي هيعمله. قلت له لا مش فاهم. قال لي عمك اسماعيل. قلت له بجد؟ في الوقت ده كان ليالي الحلميه بيتحضر، كنا اجلت ليالي الحلميه سنه بالظبط عشان نعمل العائله. يعني احنا فعلا الاستاذ اسماعيل كان متفق مع الاستاذ اسامه، بس قالوا له لانه ساعتها كان الثالث، الجزء الثالث. احنا كنا ده 92 كان الثالث. فكلموا الاستاذ صفوت الشريف وقال له معلش هنأجل ده السنه دي لانه الوقت ده بتاع ده بالظبط. فطبعا انت مع ناس كمان يعني مستوعبين الموقف والحكايه، واستاذ اسامه راجل جميل ربنا يرحمه. طبعا. فمفيش مشكله احنا بنجهز لده. وبعدين كانت البلد دلوقتي بتحارب الارهاب بالفكر كمان. يعني في الوقت دوت كانت بتحاول زي دلوقتي يعني. انا عايز اقول لك يعني على الارهاب عايز يحرم علينا عيشتنا، فلازم نواجهه بالفن. احنا الورق انا لما قريته اتخضيت الحقيقه. يا استاذ وحيد. وانا بفرغ انا قلت لا يا جماعه ده احنا كلنا هنبقى في الاغتيالات. عم اسماعيل جاله تهديدات على التليفون رجع سمعها. ده حقيقي. انا سمعتها وخاف على اولادك ومش عارفه ايه، وانت بخلي بالك من نفسك. لا قلنا التهديدات اللي وصلت للاستاذ اسماعيل على التليفون الارضي. يعني سمعنا كتير اللي هو خلي بالك من نفسك وخلي بالك مش عارفه ايه وابص يعني طبعا بص هم كانت تفاصيلهم كمان، لانهم انا رايي ان هم التافهين
لانهم ثلاث ارباع اللي كانوا بيعملوا العمليات الارهابيه دي ساعتها تقريبا بلا ثقافه وبلا فهم. فاللي حافظ مش فاهم يعني مثلا احنا الحادثه اللي حصلت عشان يتعمل عليها هذا المسلسل كانت الحادثه بتاعت هيلتون رمسيس. بنت وولد فجروا نفسهم ولما لقوا الاشلاء لقوا في جيب واحد منهم ورقه مكتوب عليها باسبور الجنه. لا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله العظيم يا رب. يعني الجنة. تصور انه الورقه يعني في اشلاء لو هم فجروا نفسهم بالوسط فبياخدوا الاشلاء والنيابه وبتاع لقوا الورقه مكتوب فيها باسبور الجنه. ده اللي بيتقال لهم انه يا جماعه انت لما هتعمل كده والناس دي تموت انت رايح الجنه. يعني ايه ده؟ اشتغلتوا ازاي في الاتموسفير اللي طبعا موجودة. طبعا ربنا يرحمه الاستاذ ممدوح الليسي كان موفر لنا كل الحاجات. احنا صورنا يا استاذ محمد في شارع قعدنا في الاسماعيليه، ده الاسماعيليه في مصر الجديده. وقت طويل قوي لان كان الخارج بتاع البيت كان في ماستر سين في الشارع مساطر وقتل عزت ابو عوف وضرب نار. كان معانا طول الوقت بوليس طول الوقت طبعا مقفل الشارع من هنا ومن هنا لانه كمان احنا كنا بنشتغل في جو انت مش عارف مين اللي ماشي جنبك. ممكن حد يحط حاجه وتمشي يعني كنا بنشوف اي حد ماسك شنطه سودا بنقلها بالظبط. طبعا طبعا جو مرعب بس ومع ذلك عايز اقول لك ان كلنا كان عندنا الايمان بتاع انه العمر واحد ورب واحد. طبعا انت مش هتيجي تخلص الفيلم دلوقتي انا مش يعني لو معادي هخلص من غيرك. فكان دايما عندنا الاحساس بانه الناس دي تافهه الناس دي بتخوفنا لدرجه انه من اول ما قرا الاستاذ اسماعيل بعت الورق لربنا يرحمه الاستاذ سيد حجاب التتر نفسه حكايه تم اختصار لا ده الوقت لكن هو برضو رصاص الحقيقه ومن لا التتر اللي اتعمل في كوبليه منه ما تسجلش لا ده عشان كنا الوقت مش اتشال عشان حاجه لكن هو الكلام تقيل ورائع طبعا. والاستاذ اصله كمان ربنا يرحمه سيد حجاب مش من الناس اللي بتكتب الشعر عشان تقول له اعمل تتر. ده بيقرا الورق وال30 حلقه ولازم يشوف المعنى رايح فين وجاي منين وبيمشي معانا من 1 ل30. يعني انت لما تتفرج على التتر تعرف المسلسل ده بدايته ونصايته ونصه واخره. بجد التتر لوحده كان بيقعد الناس بالظبط. واختيارنا الانغام وربنا يرحمه عمار عمار اللي اختار انغام وكانت بالنسبه لنا الحقيقه مش بس مفاجاه لانها كانت في الزمن ده انت عارف ده كانت 92 93 كانت لسه طالعه يا حبيبتي ايه وبتعمل الاغاني اللطيفه اللي بتعلم لما تعمل حاجه زي دي ضخمه هي نفسها بتقول ده علامه في حياتي. طبعا خد التتر كان يخد جدا بس تعالي بقى نرجع كده يعني خلاص مشي الاستاذ عاطف الطيب جه عم اسماعيل عبد الحافظ. الترشيحات اللي كانت موجوده في دماغ الاستاذ عاطف اللي كان قايلها الاستاذ ممدوح الليسي اتغيرت تمام. جه الاستاذ محمود مرسي. كلميني بقى عن الوقت ده لان انا عارف ان انت بتبقي متداخله في كل تفاصيل العمل. انا بسم الله الرحمن الرحيم يعني عايزك تقولي رقم ايه اللي حصل بقى يعني اول ما استلم عم اسماعيل نسخته ايه اللي حصل؟ هو طبعا استدعاني في المكتب ورحت قعدت معاه وقلت له يا اسماعيل انا تمام. قال لي انا عرفت ان انت بقيتي اول واحده دلوقتي انت مجهزه كل حاجه. قلت له تمام واديته الجدول. احنا دايما بنعمل جدول كده في الممثلين وكم حلقه اول. فقال لي طيب تمام هنقعد مع بعض قاعدة هخلص القراية وكلمك. خلص القراية وعمل ترشيحاته وندهلي قبل ما نعمل اي حاجات يعني. فقال لي هنعمل كذا وكذا وكذا. ترشيحه الاستاذ محمود مرسي كان بالنسبة لي يعني انا شخصيا قلت له يا استاذ اسماعيل شابو. سؤال الترشيح الاستاذ محمود مرسي كان من عم اسماعيل عبدالحافظ ولا استاذ وحيد؟ لا 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 الاثنين. بص هقول لك حاجة دايما الاستاذ اسماعيل عبدالحافظ ده سلوكه انا اشتغلت معاه اوفر 15 سنة. هو والمؤلف لما الورق بيجي لنا بيبقى كل الاتفاقات خلصت. مش ما عندناش استعداد لسه ايه رايك يا انا لا 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 مش اتحسبت كله محسوب كله محسوب. فقبل ما يقول لي ده اكيد مكلم الاستاذ وحيد وعامل كل التفاصيل وهيبقى الولد الصغير محمد رياض كل الترشيحات لانه الاستاذ اسماعيل ربنا يرحمه كان دايما حتى يعلمني ده قبل ما اخرج. ايه الفرق بين مخرج ومخرج كاستنج؟ لانه مثلا عم اسماعيل عبد الحافظ ربنا يرحمه برحمته يا رب تقريبا مش مصر كلها مصر والدول العربيه اصحابه وحبايبه وفتح مكتبه لكل الناس. لكن ساعه الشغل يقول لي باللفظ الجمله دي ما انساهاش ما حيد الدور بينادي صاحبه. اقول له يا اسماعيل ما احنا دايما نحط ثلاث ترشيحات. يقول لي الثلاث ترشيحات شبه بس انا دايما ببقى عارف انه ده هيعمله احسن بس ده شاطر. انا ما بقولش انه مش شاطر بس الدور ده بتاع ده. ففعلا كلمه الدور ينادي صاحبه اتس اوكي يعني بجد ما حدش اتحط في مسلسل انا اشتغلت فيه مع استاذ اسماعيل لما كان في مكان تمام. وبعدين هو ده الفرق بقى اللي لما يجي يقول لك مثلا انت فلان من ذكر اسامي عمل مسلسلين في رمضان ليه معلم في ده
سبحانك يا رب. تعرف إيه؟ سبحانك يا رب. طبعا. هل هي طبعا روح عم اسماعيل بتنتقل طبعا. احساسه بالممثل اهم بكتير بكتير من انه يعمل كادر علشان يقول مخرج شاطر. لا هو كان بالنسبه له الممثل نمبر 1 احساسه، لانه انا شفته هو بيشتغل وهو بيحضر وهو بيقرا وهو بيذاكر. لا الممثل يعني الناس كانت دايما تقول ايه دي ادوات المخرج، لا هي كانت اساسياته مش ادواته بس. طبعا. ممثل اللي هينقل لي وجهه نظري هيتروح للناس تصدقوا ولا ما تصدقوش. انا على فكره كلنا بنمثل، انا وانت واي حد ممكن ياخد ورقه يقول مثلا نقول هتوصل ولا مش هتوصل. هو ده. فكان مثلا في ادوار انا اقول له يا استاذ ما ايه المهم ما جبتش فلان، يقول لي عشان ده بتاع دور، لانه يا استاذ محمد شايفه لغايه الحلقه ال 30. احنا لما كنا بنفرج المسلسل 30 حلقه بتبقى شايف الممثل بدايته هيتحول هيبقى كده، بعد شويه هيهبط كده، لا كذا، فده ينفع فيه فلان. لكن مثلا لو جبنا فلان لا لو جه في النقله مش هيبقى حلو. فهمت. طيب خلينا نقول ان انا لو صورت دلوقتي في مصر الجديده وشوارع مصر الجديده، طبعا كل شارع ليه طبيعه والمناخ مختلف، عايزك تكلميني عن التصوير في منطقه سيد عيشة، لان انا عارف ان دي كانت اخطر سيد نفيسه اخطر منطقه اتصور فيها، لان ممكن حد يطلع من المقابر، ممكن في وسط التحديات اللي بتحصل ديت. وبعدين معاكي ليلى علوي وبتنزلي بيها في، كان معايا طارق لطفي وطارق لطفي، انا بتكلم على الانفيدات بتاعتك، وكانت في اوج جمالها. أيوة. وتعلقها مدام ليلى وقتها يعني عملتوا ايه في سيده نفيسه؟ بص يا صديقي، هو طبعا برضو دي من الحاجات المهمه عند الاستاذ اسماعيل، ما عندوش حاجه في التصوير ولا في اللوكيشنز اسمها شبه. انا مقابر هروح مقابر، حته شعبيه هروح حته شعبيه، ايه نتنطط كم مستبع بقى يعني، نجيب بوليس ما تجيبوش، بس انا هصور كده. فالمهم احنا عيننا المكان، وعم اسماعيل قال لي هنا، قلت له طب تمام يعني احنا واحنا واقفين كده عادي ما فيش مشكله، لكن احنا هنحط بقى الكرفان ويعرفوا ان في ليلى علوي. طبعا. وبعدين دي لوحدها مشكله، الاستاذه نفسها يعني طبعا هي كانت فايتر بصراحه. طبعا. للامانه وطارق لطفي والدنيا، كل ان هي توافق في الوقت ده على العمل ده، ده في حد ذاته كانت متحمسه وسعيده للغايه. طبعا. رحنا المكان ومعانا الانتاج والبوليس والحاجات كده، بس لا في حاجه اسمها هناك في المنطقه دي في الزمن ده على فكره مش دلوقتي. في الزمن ده كان في حاجه اسمها مين مسؤول المكان. طبعا، لان ده مكان خطر. فلازم مش فاهمين يعني ايه. فجالنا واحد الحقيقه يعني هو المسؤول الامني بتاع المنطقه، مسؤول يعني الامني بس. هو مش امني خالص، هو حاجه تخض بالنسبه لسكانها. هو المسؤول الامني بالنسبه لسكانها، وقال كده بشكل واضح بالزبط. يعني وانتوا عايزين تصوروا هنا؟ فحد رد مدير الانتاج قال له احنا متفقين، قال له لا اتفق معانا. ايوه طبعا. فالحقيقه متفق معاك مفيش مشكله. رد عم اسماعيل وقال له ده اللي هيخلينا نصور، وهو ده اللي عمله حقيقي، تم الاتفاق. قال له ايه؟ قال له احنا هنقف هنا وهندخل الكاميرا من هنا، وقال له اديني المساحه يعني قول لنا علشان هو هيجيب ناسه. بالظبط. بقى البوليس بقى واقف مساعد معاه، لانه الظباط مفيش مشكله والعساكر احنا مش داخلين نتخانق، بس يعني من باب انه انت يعني في امان بعد ربنا سبحانه وتعالى. طبعا يعني. حط الكرفان، وانا ما انساش هذا الرجل على فكره اسمه اشرف، انا فاكره لحد دلوقتي. اشرف ده مسؤول المنطقه. فقال جاي من الساعه كام لجاي؟ قلنا له كذا لكذا. قال طب يلا. رده لاصحابه شبهه كده، قال له اقفل لي هنا واقفل لي هنا واقفل لي هنا. خلصت. انا تمام خلاص امن كده. فقلت له حزمها. قال لي بص يا امل، هو ده اللي انا عايزك بقى ايه تنسي الانتاج اللي معاك بتاع علاقتك باشر. انا عايز اقول لك انا فعلا صاحبته، راجل لطيف جدا على قد ما هو بادي بيلدنج كده حاجه تخض وكلهم بيعملوا له سام. ولاد بلد في النهايه جدا. قلت له انا راح اجيب ليلى. اللي منين؟ ومزعج. قلت له في الكرفان. انا اتفضل. ليلى كانت بتصور في الوقت ده بالنقاب. وهتنزل المقابر عشان هتقابل طارق وحاجات كده. قلت لها ليلى يعني بصي انت هتنزلي بالنقاب عشان في جماهير تحت وهنتصور ونعمل. قال لها يا استاذ اعمل اللي انت عايزاه. قالت له قال لا اعمل اللي انت عايزاه. فالحقيقه نزلت فعلا شايله النقاب، لكن في شوارع ثانيه ما قلعتهاش فيها النقاب علشان كنا فنزلت فعلا، وهو فضل جنبها لحد ما وصلت لمكان اللوكيشن، وبقى هو اللي بيساعد معاه. الجماهير لما شافت ليلى علو عملت ايه؟ وهو اللي بيسكتهم يعني اشرف اللي يرفع ايده ويسكت حاجه فعلا. بس جد عملنا شغل حلو قوي، وعم اسماعيل طلع مبسوط خالص. طبعا. وخده بالحضن والبوس وقال له انت تامرني واي ميعاد تيجي فيها يا استاذ اسماعيل، بس
انت ترد على التليفون واحنا بنتكلم عند الكشك. انت بتتكلم بقى في سنه 93 ما كانش فيه موبايلات طبعا، فعندك الكشك ده ولا انت بس اهمس هنا اقول اشرف خلص. فبجد وعمل شغل حلوه قوي قوي، مسلسل عظيم من الكتابه للتتر يعني. انا بشكرك عليه، ربنا يخليك. انا فخور ان ده في السي في بتاعي طبعا، وبنترحم على عم اسماعيل الله يرحمه، الاستاذ وحيد وكل اللي شاركوا في العمل. اسامي كمان كانت مهمه جدا في الدراما، وعايز اقول لك انه في بعد قطع كلامك يعني المسلسل ده طلع ناس كتير قوي 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 على ايدين ربنا يرحمه عم اسماعيل، منهم محمد رياض وروجينا وامل رزق وناصر سي، كل دول انطلقوا من هنا طبعا. امل بشكرك جدا، ربنا يخليك في ملوك الدراما في حلقه جديده ان شاء الله. شكرا. Thank you.